بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن نوعية اختيار مكان الولادة عند المرأة الحامل الجزء الثاني، وأيضا راح نتكلم عن الولادة في البيت. فإذا كانت يعني المرأة تنوي الولادة في المنزل فعليها دراسة فوائد وأضرار هذه الفكرة. فالميزة الأساسية في الولادة المنزلية هو أنك ستكونين مدركة لأحداث الوضع والولادة في مناخ خصوصي وأكثر راحة. وأيضا يوجد في المستشفيات هذا النوع من أنواع الولادة، طبعا المستشفيات النظيفة والمتطورة، ولعدم وجود الإجراءات يعني الطبية والمتابعة في المستشفيات، غالبا تكون هذه متواجدة في الولادة الطبيعية في البيت. وأيضا يعني ستكونين